خلينا نروح نشوف بقى مين النهارده طلع الاوسكار بقى. رايح لضيفنا الدائم السيد وزير التربيه والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي المتالق الذي لا يكف عن التالق ابدا، لا يتزحزح من الاوسكار ولا يتزحزح من تحت في هذا البرنامج. ما اعرفش احنا مركزين معاه ولا هو عفوا ولا هو نصيبه كده. بس حضراتكم هتعرفوا الاوسكار ليه. في كاسه جديده حصلت النهارده في البلد، في كتاب اسمه اطلس الناشئه واطلس الحيوان. الكتاب ده دخل مكتبات المدارس الحكوميه عن طريق المعونه الامريكيه. حلو جميل، بنطور مدارسنا صح. الاطلس ده المنهج بتاعه او الصفحات بتاعته في خريطه مغلوطه لمصر، وتم في هذه الخريطه اللي دخلت مكتبات مدارسنا الحكوميه والدكتور الهلال الشربيني موجود يعني في حلايب وشلاتين تبع السودان، بالاضافه الى بلاوي سودة تانية. الاطلس ده فيه معلومات ان معبد ستونهونج بانجلترا اتبنى قبل الاهرامات المصريه بألف سنه. طيب اقول ايه؟ اقول ايه وحضرتك فيك كل العبر اللي في الدنيا؟ اقول ايه وانت بتضيع حلايب وشلاتين وتخليها تبع السودان؟ طب هو حضرتك ما عندكش حد بيراجع الكتب وتخش المكتبه؟ طب هو احنا لو دخلنا المكتبه بتاعت مكتبات المدارس ممكن نلاقي كوارث ايه تانيه؟ هنلاقي بقى كتب متطرفه طبعا اكيد. طيب عموما يا جماعه عاوز بس افرحكم واقول لكم انه وزير التربيه والتعليم المصري دخل اولادكم في المكتبات اطلس، بيقول لهم ان حلايب وشلاتين سودانيه، وبيقول لهم ان في مبنى تاني اتبنى قبل الاهرامات وده مخالف للتاريخ. فافرحوا يا جماعه بالسيد وزير التربيه والتعليم بتاعكم، برافو جدا معالي الوزير، برافو 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 برافو، ربنا يخليك.